وبين أيدينا أيها الأكارم هذه المنظومة للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهي بعنوان منهج الحق، وأتت مع وجازتها في عدد أبياتها على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من منهج حق وطريق مستقيم، عقيدة وعبادة وخلقا وذكرا لله تبارك وتعالى، وترقيا في منازل السائرين. كل ذلكم جمعته هذه المنظومة جمعا نافعا ودقيقا. وناظمها رحمه الله تعالى نظمها في سن مبكرة من عمره، نظمها رحمه الله وعمره تقريبا 25 سنة، لكن المنظومة أتت جزلة نافعة مفيدة جامعة. وناظمها غني عن التعريف، فهو الإمام العالم الفقيه المفسر عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بدأ رحمه الله هذه المنظومة بقوله: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، تأمل هداك الله ما قد نظمته، تأمل من قد كان للحق يقصد. بدأها رحمه الله بهذا البدء الجميل الذي يكشف عن مضمونها ويبين عن مقصودها، فمن أول وهلة تقرأ فيها هذا النظم تعلم أنه نظم جامع لبيان المنهج الحق. وكثيرا ما يتحدث عن المنهج، وما منهجك، وما المنهج الذي أنت عليه، كثيرا ما يتحدث عن ذلك. فرسم رحمه الله في هذا النظم منهجا رصينا ينبغي أن يكون عليه طالب الحق، وكشف أيضا أن المنهج ليس مجرد دعوى يدعيها الإنسان، وإنما المنهج صراط يسلك وسبيل قويم يسار عليه. قال رحمه الله: فيا سائلا عن منهج الحق، فيا سائلا عن منهج الحق، أي يا من تسأل عن منهج الحق تريد سلوكه والسير على نهجه. يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، أي يا من تسأل عنه لأجل هذا الغرض ولأجل هذا القصد،
تبتغي سلوك طريق القوم حقا وتسعد. وهذا تنبيه على أهمية إصلاح النية في طلب العلم والسؤال عن مسائل العلم. وكثيرا ما تفوت النية الصالحة على عدد من الناس في سؤالاتهم، والواجب أن يكون من يسأل يسأل ليسلك المنهج الحق والصراط المستقيم. ولهذا قال: يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. وتأمل أيضا هنا أن الشيخ رحمه الله ذكر وسيلة ونتيجة. النتيجة السعادة، وسيلتها سلوك طريق السلف. وهذا فيه تنبيه إلى أن السعادة لا تنال إلا بسلوك طريقها ولزوم سبيلها. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي يسعد. فالسعادة لا بد من سلوك طريقها ولزوم سبيلها، وهو سلوك طريق القوم. إذا ممكن نكيف أو تأمل: هداك الله ما قد نظمته، تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصده. إذا أردت المنهج الصحيح والمسلك القويم تأمل هذا النظم، تأمل هذا النظم. لكن ليس كل تأمل ينفع، وإنما التأمل النافع هو الذي يكون بهذه الصفة التي أشار إليها رحمه الله بقوله: تأمل من كان من قد كان للحق يقصده. تأمله تأمل الذي يريد الحق ويبحث عن الحق. بعض الناس يتأمل من باب زيادة الاطلاع، من باب زيادة المعارف، من باب توسيع العلم، من باب ماذا سيقول. لكن يقول رحمه الله تعالى: إذا أردت فعلا أن تنتفع وتستفيد فليكن تأملك لهذا النظم تأمل من قد كان للحق يقصده، من يريد الحق وينشده ويطلبه.